بيشهد عالم المحركات تطور مستمر على صعيد تقنيات القيادة الذاتية، لكن هذا التطور وصل لمستوى جديد مع شركة BMW Motorrad اللي هي قسم الدراجات النارية في مجموعة BMW، لأنها كشفت عن دراجة نارية اختبارية ذاتية القيادة تحت اسم Connected Ride. هذه الدراجة مبنية على طراز R1200GS وحتكون قادرة انها تتسارع وتنعطف وتتوقف وتركن نفسها بدون سائق. واستغرق تطوير هذه التقنية اكثر من عامين، لكن الشركة الألمانية بتقول انه الهدف من الدراجة الجديدة هو تطوير تقنيات مساعدة السائق مثل نظام الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام مكابح الطوارئ الآلية. ورغم انه تطبيق هذه التقنيات على الدراجات النارية حيكون مهمة صعبة، لكن لو نجحت الشركة حتكون حققت خطوة مهمة جدا حتساهم في تحسين مستوى الأمان في الدراجات النارية، نظرا لانه معدل الوفاة في الدراجات النارية اعلى ب 28 ضعف من السيارات، وبالتالي ممكن تنعش مبيعات الدراجات مجددا. الى الان BMW ما كشفت عن المواصفات التقنية لدراجة Connected Ride الاختبارية، لكن على ما يبدو حتكون مزودة بمشغل ميكانيكي موصول بالكلتش والبنزين والجير عن طريق مجموعة من الحساسات. أعزائنا المتابعين، شاركونا بأراءكم في خانة التعليقات. هل ممكن تنجح فكرة الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل؟ وفي حال ما نجحت، هل حينتهي عصر الدراجات النارية؟ لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.